السلام عليكم ونهاركم مبروك وكل يوم وانتم بخير ان شاء الله. اليوم عندنا واحد الكيك راه روعة بمذاق بودرة البلوط اللي خدمناها مع بعض، ورحنا مشربينه بنكهة القهوة، فيه بنة القهوة والتزيين بالشوكولاتة، والحجم راه عائلي كما راكم تشوفوا. المقادير راهي قدامنا، تفضلوا ان شاء الله معنا نشوفوا هذا الكيك نتاعنا. عندنا المقادير اللي كما راهو حنا نشوفوا فيها، عندنا هنا كاس ونص تاع الفرينه، وعندنا كاس نتاع بودره البلوط اللي كنا خدمناها من قبل، وعندنا كاس الا ربع نتاع الزيت، كاس الا ربع نتاع السكر، وكاس الا ربع نتاع الحليب، وكاس نتاع البيض اللي هو فيه ربع حبات نتاع البيض. يعني المقادير راها تقريبا رحنا معبرينها بالكاس. هنا عندي مغرف تاع القهوه نتاع الخل الابيض، ورشه نتاع الملح، وعندي زوج علب تاع لافاني، وزوج علب تاع الفرينه، عفوا زوج علب نتاع خميره الحلوه اللي هي 10 غرام 10 غرام. وعندي هنايا مغرف تاع الاكل نتاع الكاكاو المر. نشوفوا الطريقه اللي نخدموا بها هذا الكيك، لكن البنة واش نقول لكم، راهي المذاق تاعو راه خيالي، روعه، لان راه يجي مشرب ومسقي ببنة القهوه والشوكولا، هذيك هي اللي يعطيو له البنة الكامله الكافيه اللي راح نهضروا عليها دروك. البنة هذه وزيد البلوط، عندنا البيض نتاعنا والرشه نتاع الملح والسكر، نضربوهم مليح مليح مليح، يعني بالباتور ولا حتى باليد، لكن نضربوهم بطريقه كما نقولوا طريقه اللي تخلينا الخليط تاعنا فيه الرغوه واللون تاعو يتبدل للابيض. نشوفوا ان شاء الله معنا كيفاش نخدموا. بسم الله، عندنا البيض ورشه الملح في الاول، رشه تكون مليحه، السكر نحطوه بالعقل بالعقل مع الباتور كي نكونوا نخلطوا. وعندنا ثاني السر في هذا التخلاط نتاع الكيك هذا، الباتور تاعنا ما نروحوش ونجيو نروحو نجيو، نجيو غير على جهه واحده. رانا رايحه نحط لافاني وهذاك الخل مغرف الصغير، ونزيد نخلط مليح، نخلط مليح، من بعد نزيد الحليب غير بالعقل بالعقل، الزيت نخليها حتى من بعد. من بعد الحليب راح نزيدو الزيت نتاعنا، راح نحطو هاد البودرة نتاع البلوط، شوية تاع الفرينة. الفرينة راني مغربلتها، لكن نحاولو باش نغربلوها ثلاث مرات ثلاث مرات، نخلطو غير بالعقل، ندخلو شوية تاع الكاكاو، عندي السنيوة تاعي هنايا راها 31 على 26 سنتيمتر. انا في الحقيقة هذا راه اول مرة نطيب فيه، مانيش موالفة نطيب فيه، لهذا راني دهنته بالزيت ولبسته بالفارينة، له الفارينة. انا عندي الفرن نتاعي راه يسخن، دوك نحطه في الوسط على نار عادية، يعني ماشي عالية بزاف وماشي ناقصة، يعني عادية النار. دوك لما يطيب نشوفو كيفاش رايحين نسقيوه ونديرو له الكلاصاج تاع الشوكولا. الكاطو تاعنا راه قريب نطفي عليه النار، راه قريب يطيب. انا عندي هنايا الكلاصاج اللي راه عندي الشوكولا، راح ندوبها مع هاد كريم فري لا كريم فريش. عندي هنايا واحد العلبه تاع الشوكولا نوار، ونحط لها شويه تاع لا كريم فريش وندوبها. هنا ما درتش علبه، درت غير نص، رايحه ندوبها. من بعد ما طابنا الكيك نتاعنا كما راكم تشوفوا،
الخطاب هاني تقريب حليته هكذا تحيت فيه الموس باش يتشرب لي. عندي واحد الكاس تاع هنايا ماء سخون وحطيت فيه شويه تاع نسكافي، انا حبيته بالنسكافي لكن يجي مر، واللي يحب ما يحبش المروريه يدير سيرو ولا لوجي الاخرين. درت فيه شويه تاع النسكافي لما داب، انا رايحه نشربه غير شويه ماشي بزاف بزاف، ما حبوش الكيك مشرب بزاف هكذا، لكن يجي شباب هذا المشرب، يجي طري ويجي كيما ليبونج من الداخل. الكيك تاعنا كل ما شربناه صبتو يتشرب، دالي الكاس هذا كامل. هذوك الشوكولا اللي سخناها اللي ذوبناها عفوا مع هذيك لاكريم فريش ذوبناها، ورايحه نحطها على الوجه تاع الكيك نتاعنا. هذا هو شكل الكيك نتاعنا لما درنا له الشوكولا، زدت دردرت عليه شويه بودره تاع البلوط، وهذو حبه تاع البلوط. نشوفوا كيفاش خرج لنا، بسم الله. هذا هو شكل الكاطو نتاعنا.